السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو سيكون خصيص لذاتي العزيزة، نفسي العزيزة، نفسي المستقبلية. كنتمنى تكوني نجحتي وحققتي داك الشي اللي انتي طامحة عليه. كنتمنى تكوني راضية بداك الشي وربي راضي عليك. كنتمنى يتمنحوا لك فرص العرض لوحاتك ولما لا بيعهم إن شاء الله. والأهم من كل شيء أن الفن ديالك يكون عنده قيمة معنوية، لأن قيمته المعنوية أكبر من قيمته المادية. أنا اللي عارفة شحال ديال المعاناة دازت، شحال ديال العذاب باش تخرجوا دوك اللوحات، وأن كل لوحة فيها قصة. حنا ما كنرسموش غير حيتاش باغيين نرسمو، ولا حيتاش كنخسروا الألوان، ولا كنغاسبيو في لي كولور. اي ميرسي.